ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس الشاحنات في المنطقة اللوجستية بالقرب من ميناء رفح البري. وكانت قوات الاحتلال قد منعت دخول 4 شاحنات محملة بالوقود ومثلها تحتوي على بعض المستلزمات الطبية. المزيد نتابعه في هذه الرسالة التي أفادنا بها الزميل أحمد ممدوح مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين من مدينة العريش ومن داخل المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بننقل لكم الصورة الكاملة لموقف هذه المساعدات، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال. كما نرى في الصورة في الخلف هناك العشرات من الشاحنات تتكدس هنا داخل المركز اللوجستي بمدينة العريش انتظارا لدخولها من جانب قوات الاحتلال إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحاجتهم الأساسية والضرورية لمثل هذه المساعدات، سواء كانت مساعدات غذائية أو طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية. اليوم تم دخول أكثر من 130 شاحنة محملة بالمواد الغذائية من جانب قوات الاحتلال، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للوقود والغاز تم دخولهم. على مدار 4 أيام ماضية كان هناك إغلاق كامل من خلال معبر كرم أبو سالم، والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث منعت دخول عدد من الشاحنات تصل إلى 30 شاحنة، والأخرى أيضا تم رفض 4 شاحنات للمستلزمات الطبية، فهم يمنعون دخول هذه المستلزمات الطبية بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وزيادة معاناته والوصول بهم إلى المجاعة والتهجير القسري أيضا للفلسطينيين من قطاع غزة. نتحدث عن الجهود المصرية المتواصلة لدعم هذه المساعدات من خلال فتح معبر رفح، والذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى لاستقبال هذه المساعدات الإنسانية، وتكدس العشرات كما نرى في هذه الصورة العشرات من الشاحنات هنا تتواجد داخل المركز اللوجستي انتظارا لدخولها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، حيث تتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح. لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات، بل تسعى إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق النار وإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى، وأيضا استضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة من مدينة العريش، وعودة إلى زملائي بالاستوديو.